هل اتعرضت انت او حد من معارفك لحادثة سيارة او اعتداء جسدي او خدمة عسكرية في منطقة حرب؟ معظم الناس اتعرضوا لبعض انواع المواقف اللي بتهدد حياتهم او بعض الاحداث الصادمة. من الطبيعي اننا نتعرض لحالة من التوتر بعد موقف زي كده، ولكن لو استمرت الاعراض اكتر من 3 شهور وفضلت ما بتتحسنش، ده معناه انك كده محتاج مساعدة. طيب تعالوا اعرفك على سام. سام لسه راجع من الخدمة العسكرية في العراق. بالنسبة لناس كتير انك تكون في مكان مزدحم زي استاد كورة او محل سوبر ماركت، في ناس كتير ده بالنسبة لهم شيء عادي، لكن مش بالنسبة لسام. الوقت اللي المفروض يكون لطيف بالنسبة له زي انه يكون مع زوجته سارة في مطعم بيتعشوا سوا، ده مش ممتع بالنسبة له خالص. ده كمان ما يقدرش يستحمل موقف زي كده الا لو كان قاعد ووراها الحيطة وعينيه شايفة كل المخارج الممكنة، وحتى لما يبقى كده هيفضل متوتر ومش مستمتع. حتى في البيت الامور ما بقتش زي الاول، ما بقاش بيعرف ينام كويس، وسارة مبقتش عارفة إذا كان بينام أصلا ولا لأ. ده كمان سام بقى عصبي جدا وممكن يتخانق مع سارة ويعلي صوته على أتفه الأسباب. الحاجة اللي عمره ما اتكلم فيها مع سارة هي الصدمة اللي اتعرض لها أثناء خدمته العسكرية. سام عمره ما قالها على الإحساس بالذنب اللي على طول شايله وحاسه في كل مكان وفي كل وقت، وإنه بيتمنى لو كان عمل أي حاجة تمنع وقوع اللي حصل. وبدل ما يحكي لها انغلق على نفسه وبعد عن أهله وصحابه، سارة حاولت تديله مساعده، ولكن بعد مرور شهور من غير ما يتحسن سارة بدأت تقلق، وهنا قالت الحاجة اللي هما الاتنين كانوا بيفكروا فيها وهي انهم محتاجين مساعدة. وهنا سام قرر ياخد موقف وراح لدكتور نفسي اللي كلمه عن اضطراب القربة التالي للصدمة او Post Traumatic Stress Disorder. الاعراض اللي كانت عند سام كانت بتأثر على حياته اليومية، عودة معاشة الحدث، التهرب الدائم، زيادة الإثارة، الإحساس بالسوء ناحية نفسه والعالم من حوله. دول الأربع أعراض اللي بيبقوا عند الناس اللي عندهم اضطراب القربة التالي للصدمة. أول عرض وهو عودة معاشة الحدث، وده بيبقى عبارة عن ذكريات غير مرغوب فيها أو حتى استحضار للحدث نفسه، حتى ممكن يحس إنه في نفس الموقف من تاني. إنه يشوف أو يسمع أو يشم أي حاجة ممكن تفكره بالحدث ممكن يسبب العرض ده، وممكن برضو يحصل على هيئة كوابيس بيعيش فيها نفس الحدث بالليل وهو نايم. تاني عرضه هو التهرب الدائم، دايما بيحاول يبعد عن المواقف اللي ممكن تفكره بالصدمة، وعشان كده سام بيمنع نفسه من انه يفكر في الذكريات المؤلمة، بانه يشغل نفسه في الشغل او حتى يشرب كحوليات عشان يمنع نفسه من انه يرجع للصدمة تاني. العرض التالت وهو الشعور بالسوء ناحية نفسه والعالم من حوله، وده بيتمثل في انه دايما حاسس بالذنب وما بيعرفش يثق في اي حد، ما بيقدرش حتى يحس انه مبسوط حتى لو كان وسط الناس اللي بيحبهم. العرض الرابع وهو زيادة الإثارة، وده بيتمثل في موجات مفاجئة من الغضب، التهيج، ودايما بيدور على مصدر الخطر. ده حتى كفاية بس انه يسمع صوت عالي او يقف قصاده واحد وهو سايق عشان يتعصب ويدخل في موجة غضب. لو انت لاحظت اي عرض من الاعراض دي على نفسك او اي حد تعرفه، لازم تروح للدكتور وتتأكد لو كان ده اضطراب القربة التالي للصدمة. وزي ما سام وسارة اكتشفوا، في امل، انت مش مضطر تعيش للابد بالاعراض دي، لان في فعلا علاج فعال موجود.